هذا من الظلم البشع. يعني الناس الآن يتكلمون على حقوق المرأة التي ليست هي حقوق، يعني يقلدها الأجانب والأمم المتحدة، يطالبون بحقوقها في العري وفي التبرج وفي يعني المشاركات التي يعني فيها خدش لحيائها، ويعني أن تكون مسترجلة وتكون مثل الرجل. هذا هو اللي يطالبوا فيه، والأمم المتحدة ماشية جاية تتكلم على يعني اضطهاد المرأة وعلى الوثيقة اللي كل مرة تتكلم عليها تبي المساواة الكاملة، يعني الرجولة والأنوثة ما في يعني فرق بينهم، وتبي تدخل المرأة يعني في أشياء هي لا تقدر عليها، أشياء بيولوجية، أشياء يعني خلقية يعني تريدها أن تتخلص منها وتتنصل منها. ما في عدة، ما في طلاق، ما في كذا، هذا كلام فارغ وكلام فاسد وكلام ظلم. لكن للأسف يعني احنا بالنسبة لغير المسلمين لا نلومهم في هذا الذي يتكلمون، لأن هذا ديدنهم وهذا ودأبهم، يعني يترصدون الإسلام للنيل منه ولاستجرار الناس المسلمين للتنصل من أحكام دينهم. لكن الذي نلومه هو أن المسلمين يقلدون في هذه المسائل، وصارت البلاد العربية في مختلف البلاد العربية والإسلامية صارت تنقاد إليهم وتطالب المرأة بأن تتخلص من كل قيودها ومن كل حدودها الذي حدها الشرع. لكن الأشياء اللي هي ظلم صراح والإسلام يعني حذر منها تحذير شديد لا يتكلمون عنه، ولا ننظر للمحاكم. يعني آلاف مؤلفة من قضايا فيها ظلم للمرأة، يعني لا تجد يعني لا تصل إلى حقها، إما في ميراث وإما في حضانة وإما في نفقة وإما يعني في اضطهاد من الزوج، تلقى كلها يعني قضايا امتلت لسنين تمر، والمرأة هي مشرد أو ضيع حقها ولا تجد من ينصفها. هذا هو حق المرأة، إن كنت تريد حقوق المرأة أنصفوها، أعطوها ميراثها، أعطوها حقها في نفقتها، في حضانتها، في المشاكل التي تحصل بينها وبين زوجها أنصفوا منها، اعملوا محاكم مستعجل مثل هذه القضايا. المرأة يعني ضعيف، حالها ضعيف، يعني قد يكون لا تجد حتى محامي يحامي عنها ويدافع عنها، ولا تستطيع أن تذهب إلى تزاحم في المحاكم وتطالب. فإذا كنتم تريدون حقا أن تعطوا المرأة حقها أنصفوها في هذه المسائل، أعطوها حقوقها، حرموا الظلم، حرموا يعني كل من يمنع حق المرأة في الميراث عاقبوه عقوبة شديدة تكون رادعة، لأن الله هو الذي أمر بذلك. الله عز وجل فرض يعني قسم الفرائض، قسمها بنفسه لم يتركها لأحد. سورة النساء يعني ثم كامل هو يبين فيه ويفصل شل المرأة شل الزوجة شل الزوج إذا كان في إخوة إذا كان في إناث وذكور. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى من هذا التقسيم الذي تولاه بنفسه بحيث ما يكونش لواحد فيه تدخل ولا اجتهاد، قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذه الحدود اللي وريت لكم هي الاوامر والفواصل اللي حد الله لكم، فمن اطاعها دخل الجنه. ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها. يعني هذا هو الحق وهذا هو الحكم، انكم تتوعد الناس لياخذوا اموال اليتامى واموال النساء. هذه عادة جاهلية، عادة حقيرة لا يعملها إنسان شريف ولا كريم ولا ذو مروءة ولا ذو دين، أنه يقسم الميراث بين الذكور ويحرم النساء، أو ربما حتى لو قسم معهم وأعطاهم شيء يعطيهم يعني الشيء الزايد، الشيء التافه، الشيء الذي هو غير مرغوب فيه. والنساء بطبيعتهن يعني الأخوات والبنات من طبيعتهم الحياة، فلا يريدنا أن يفرق الأسرة، أن يفرق الأسرة ولا أن يشغشبوا على أخوتهم وكذا، فيرضوا بكل ما يعطوه ويرضوا على ظلم على ظلم على ضيم. فهذا حرام لا يجوز، والله عز وجل يعني كل ما يتعدى شيء من هذا فقد توعده بالنار وبالعذاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوق بسبع أراضين يوم القيامة. لا يورثونها البلد، لا يورثونها النساء في الأراضي على الإطلاق، يعني ما عندها في حق ولا هي تطمع فيه ولا تتكلم فيه. فهذا من أكبر المعاصي ومن أكبر الظلم، وعلى المجتمع بأسره أن يقاوم هذه العادة الفاسدة، لأن هذه عادة موروثة من عهد الجاهلية. كانوا لا يورثون اليتيم ولا يورثون المرأة، وتأكلون التراث أكلا لما، هذا معنى وتأكلون التراث أكلا لما،
وتحبون المال حبا جما، قالوا لأنهم كانوا لا يورثون اليتيم ولا يورثون المرأة.